حول هذه الصفقة. يسرني أن أستضيف مباشرة من الرياض المهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة. مهندس الميمان، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا على البرنامج. خلينا نبدأ أولا بأن أطلب منك أن تفسر لنا أسباب قيامكم بهذه الصفقة، حيثياتها وأيضا التفاصيل المالية للصفقة. شكرا أستاذة نادين، وصباح الخير لك ولمشاهدي العربية. في الحقيقة تفاصيل الصفقة أولا هي عبارة عن تقييم للشركة الفور سيزون بمبلغ 37.5 مليار ريال. كانت الحصة المباعة منها 23.75 من حصة المملكة الأساسية وهي 47.5%، وكانت قيمة الجزء هذا من المباع هو 8.3 مليار ريال بأرباح تقدر ب 5.9 مليار ريال. رجوعا لسؤالك حول أسباب التوقيت في البيع، فحنا شركة المملكة القابضة شركة متمرسة في أعمال الاستثمار، والتوقيت بالنسبة لنا ليس هو الأساس في اتخاذ القرار، وإنما هو العائد على الاستثمار والقيمة المضافة للمستثمرين، وبالنسبة طبعا للأرباح اللي نحصل عليها من عائد الاستثمار. فلو نظرتي تماما للصفقة والقيمة الدفترية الموجودة لدينا بالنسبة للحصة المباعة، واضح من الواضح جدا أنها تعتبر صفقة ممتازة بين شركتين كبار. ولكن اليوم يعني ذكرت لي حضرتك انه هو موضوع ربما الربح اللي رح تجنوه اهم اكيد من التوقيت، بس ايضا يعني اليوم التوقيت هو بفتره نحن ما بعد الجائحه من المفترض انه قطاع الضيافه يتعافى حول العالم، فاليوم البيع قبل هذا التعافي المرتقب، لماذا؟ يعني الم يكن من الاجدى الانتظار لحتى تتحسن الامور، ام في اسباب انه انتم بحاجه ربما لعوائد الصفقه بالوقت الحالي؟ بالعكس أستاذة نادين، احنا كشركة المملكة القابضة متوفر لدينا ما يكفي من السيولة لإجراء استثمارات جديدة دون الحاجة إلى هذه الصفقة، ولكن هذه الصفقة اتخذ القرار فيها فقط على أساس العوائد المرجوة للمستثمرين. القيمة التي تعكس قيمة الصفقة هي قيمة عادلة تنظر للمستقبل عند رجوع الضيافة أو قطاع الضيافة إلى الخدمات كما قبل الكوفيد. بالفترة الماضية بتذكر كان لنا لقاء معك سابقا قبل فترة قبل أشهر، وكان في تأثير سلبي على قوائم المملكة القابضة من جراء قطاع الضيافة، وبتذكر وقتها ذكرت حضرتك مخصصات تم تجنيبها، فبالتالي هل هذا الاستثمار كان ضاغطا على قوائمكم المالية بالفترة الماضية، وبالتالي اليوم مع البيع هل هذا بخفف الضغط وممكن عكس مخصصات كذلك؟ بالعكس أستاذة نادين، المهم جدا اللي هو عدم اتخاذ القرار الوقتي عبر مرور احد الاستثمارات التي لدينا بصعوبات معينه او باوقات معينه او يعني دورات اقتصاديه معينه. التركيز دائما على الجدوى الاقتصاديه والعوائد، وطبعا زي ما قلت لك احنا ما زال عندنا ما يقارب من 4.5 مليار من النقد من الممكن استخدامه في استثمارات جديدة. وعلى فكرة قبل طبعا الصفقة؟ قبل الصفقة نعم. نعم نعم الصفقة هذه كل ما سيأتي منها في إن شاء الله الوقت المتوقع هو يناير من عام 2022 يعتبر نقد جديد لاستخدامات جديدة أو تعميق استثماراتنا ببعض الشركات القائمة. ذكرت عفوا 4.5 مليار دولار ذكرت المبلغ ريال 4.5 مليار ريال. طيب مهندس الميمان، اليوم ذكرتم بالاعلان انه سيتم استخدام متحصلات البيع لسداد ديون جزئيا وجزئيا للاستثمار، فكم منه رح يذهب لسداد ديون، واليوم كيف تقف نسب الاستدانه لدى شركه المملكه مجموعه المملكه القابضه؟ الحقيقه استاذ نادين احنا في الحقيقه قلنا العكس، قلنا الاستثمار حيكون للاستثمارات الجديده وجزء منه لتسديد القروض القائمه، والسبب في ذلك اولا القروض اللي عندنا معظمها هي عباره عن قروض مدوره او مستجده او ريفولفينج كريدت يعني او فاسيلتيز، وفي نفس الوقت انه الكم الاعظم من الصفقه سيكون محدد لاستثمارات جديده زي ما قلنا، لكن في حال عدم توفر استثمارات جديدة
لارتفاع الأسواق العالمية، فسيتم طبعا استخدام النقد لتقليل القروض وبالتالي تخفيض المبالغ اللي تدفع كعمولات للقروض القائمة. يعني هذا بالضبط كان سؤالي التالي، لأنه ذكرت كلمة استثمارات جديدة عدة مرات، ونحن اليوم بمرحلة الأسواق العالمية عند مستويات قياسية، في خشية من تعديل بسياسة الفيدرالي، وبالتالي هذا ممكن أن يؤثر سلبا على أسواق الأسهم، أسواق المنطقة عند مستويات قياسية، ونحن نعلم أنه أنتم شركة لديكم استثمارات محلية في المملكة وعالمية في الأسواق العالمية، فبالتالي اليوم هل لديكم خشية من مستويات الأسعار التي تصل إليها الأسواق؟ ما هي استراتيجيتكم حاليا؟ احنا شركه لا ما عندنا يعني كلمه خشيه قد لا تكون الكلمه المناسبه، وانما المناسب هو احنا اكثر حذرا في اتخاذ القرار للاستثمار في الوقت الحاضر، والسبب ارتفاع الاسواق كما ذكرتي، ولكن في نفس الوقت احنا خلال الجائحه في خلال 2020 كنا حطينا برنامج للاستثمار تم تنفيذ جزء كبير منه ولم ينتهي البرنامج ككل، فبالتالي لم نستطع اكماله، ولكن في خلال ان شاء الله الاسابيع القادمه نامل من الله سبحانه وتعالى ان نوفق في اكمال البرنامج، وان شاء الله بعطيكي شخصيا مقابله حصريه بالنسبه لكافه الاستثمارات اللي تمت خلال 2020 و2021. عفوا بس بدي افهم، لانه بدنا نختم موضوع استكمال البرنامج، يعني شراء المزيد من الاسهم. صحيح. حاليا في بعض الشركات طبعا احنا دائما زي ما قلنا نقتنص اهم حاجه في قرار الدخول في الاستثمار اللي هو نقطه الدخول او اسعار السهم في تلك الفتره. شكرا جزيلا على هذه المقابله المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركه المملكه القابضه، اهلا وسهلا بك.